أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ مختصر جيد، مختصر جيد مفيد. نعم. ويسأل في سؤال الآخر: ما رأيكم في كتاب الحافظ ابن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كذلك مختصر جيد. والحافظ ابن كثير إمام جليل ومؤرخ. نعم. أحسن الله إليكم. لكن اختصار الشيخ عبد الله أوسع من اختصار ابن كثير، أوسع من الفصول. نعم.